السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شنو الاسم ديالك؟ عبد العزيز. سي عبد العزيز، رحنا الان سيدي بوبكر. واه نعم. سي عبد العزيز، على حسب المعلومات اللي عندي راك من جيت يعني منعت من الموت باعجوبه، سطحت عليك بهذا التاج ولا قول لي كيفاش وقع على الرضا عليك؟ ايوا في الليل انا ساهر كيما هكا. انت كنت عساس ساهر يعني؟ عساس انا. اييه وصب الثلج بزاف. صب الثلج وظلمت الحوايج، لا ضو لا والو. كل شيء تقطع. كل شيء ما صب من نمشي. ايوا. وتبلع عليا الباب. حتى الباب تبلع بالثلج، ما لقيتش من يدخلش. ما لقيتش، اسمعها تطرطق. وريني ادخل نشوفه من تحت. وانا غادي نتبك فوق. اذا بحال اللي كتشوفوا عند الكرام، هذا هو حارس اتحاد المقهى اللي كان تحبس هنا، وغير بحسن ربي طول العمر بعد ما الثلج بلع الباب ديال الزنقه ما بقاش من يخرج، وبدات كيطيح هذا المقهى، بدات كتسقط بكثر الثقل ديال الثلج. ها هي تشوف هنا سقطت هنايا، منين طاح الثلج عليك انت هذه طاح، انت فين كنت؟ يعني كان بعيد بواحد جوج الامتار ولا ثلاثه الامتار، محبوس من الشجون، لان الباب كيتحل على برا ما كيتحلش من الداخل. الباب كيتحل على برا من الثلج بزاف، 50 سنتيم ولا 60 سنتيم تبلي عليه الداخل، ونجاب اعجوبه. اذا يبان لي مازال كاين تقرقيب، خرج اخويا هنا برا تقطع شي حاجه. ايوا الحمد لله على السلامه. انت كنت هنا غير بوحدك، قولوا لي الدار ديالك لاباس بعدك؟ شويه لاباس. اي شويه، وقالوا لي طاحوا هنا بزاف الديور، طاحوا هنا. تا هي طاحت شويه. وشحال هاد الثلج، شحال مع ما صبش هنا بحال هاد الشكل؟ التسعينات. التسعينات. التسعينات ما صبش هاد الثلج هنايا. واه يعني التسعينات خاطر كان يطيح من قبل، من قبل 90. اييه ولكن ما كانش طيح بهذ الكميه. كانش واحد الكميه كبيره كما هذا اللي راه صبت هذه المره. كاين خسائر كبيره. كاين خسائر كبيره، وكاين اللي طاح في الكوري، كاين الدار، كاين اللي براكا، كاين اللي راك تشوف السجار كيدير الضو انقطع الما ما كانش. ايوا سيدي الحمد لله على السلامه ديالكم. اذا شكرا تبارك الله عليكم. اذا اللقاء.